بسم الله الرحمن الرحيم. أول موضوع عايزين ندرسه النهاردة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة. والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة كنا قد سبق وألمحنا عنه قبل ذلك. حد فاكر إمتى؟ لما تعرضنا لحاجة اسمها أمر الحفظ. وقلنا في فرق بين أمر الحفظ والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة. بس احنا درسنا امر الحفظ تفصيلا قبل ذلك، وحان الوقت لكي ندرس الامر بأن لا وجه لإقامة الدعوة، وهو امر قضائي. هو ايه؟ فاكرين امر الحفظ كان امر قضائي ولا اجراء اداري؟ كان اجراء اداري. امر بأن لا وجه لإقامة الدعوة امر قضائي يصدر من سلطة التحقيق تعبر فيه عن ارادتها في صرف النظر عن الدعوة الجنائية. يعني بالبلدي كده الامر بأن لا وجه لإقامة الدعوة ده امر بيصدر من سلطات التحقيق بتقول فيه احنا مش هنستمر في الدعوة الجنائية، مش هنرفع الدعوة الجنائية، مش هنستمر في التحقيق في الدعوة الجنائية، يعني قصرت مضر عن مباشرة الدعوة الجنائية. ده بيسمى امر بأن لا وجه لإقامة الدعوة. وفي تعريفه اول عبارة قلت هو امر قضائي. ويمكن بقى هنا فرصة ان انا اميز بين امر الحفظ والامر بان لا وجه لاقامه الدعوه مره اخرى، لان احنا ميزنا قبل ذلك. امر الحفظ بيصدر دون تحقيق، لكن الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه هل يصدر بدون تحقيق ولا لازم بعد التحقيق؟ لازم بعد التحقيق. امر الحفظ اجراء اداري يجوز العدول عنه في اي لحظه حتى من الشخص اللي اصدره، لكن الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه هل هو إجراء إداري ولا أمر قضائي؟ أمر قضائي وله حجية على نحو ما سنرى دلوقتي. يبقى أنا شفت دلوقتي معنى الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة وأمر الحفظ. بالمناسبة الدكتور لما بيجيب الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة بيجيبه هو وأمر الحفظ مع بعض. المهم، من هي السلطة التي تصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة؟ لا، قول لي سلطة التحقيق. سلطة الايه؟ سلطة التحقيق. يبقى الذي يصدر الامر بأن لا وجه لإقامة الدعوة اقول سلطة التحقيق، لان سلطة التحقيق مكونة من كم شقين؟ من النيابة العامة ومن قاضي التحقيق. فالنيابة العامة لها ان هي تصدر الامر بأن لا وجه لإقامة الدعوة لأي سبب من الاسباب. خلي بالكم من النقطة دي، لان احنا هنشوف ان اسباب الامر بأن لا وجه لإقامة الدعوة هي اسباب امر الحفظ اللي انا اتكلمت عنها قبل كده. النيابه العامه تقدر تصدر الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه لاي سبب من الايه؟ لاي سبب من الاسباب. وطالما قلنا ذلك وانها تصدر الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه لاي سبب من الاسباب، لازم نحط القيد. والقيد هنا ان لو الامر الصادر بان لا وجه لاقامه الدعوه في جنايه لازم يصدر من محامي عام على الاقل. يبقى اذا النيابه العامه حر تصدر الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه لاي سبب من الايه؟ من الاسباب. لكنها لا تصدر هذا الامر في جنايه الا من محامي عام على الاقل، لان الجنايه امر خطير جدا، وطبعا لازم يكون الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه مكتوبا وصريحا او واضحا بمعنى ادق وموقعا عليه ممن اصدره، ويعلن الى المدعي بالحقوق المدنيه. دي أول جهة ممكن تصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة، اللي هي مين؟ النيابة العامة. النيابة العامة تستطيع أن تأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة، وتصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة لأي سبب من الأسباب، سواء أسباب قانونية أو أسباب موضوعية كما قلنا من قبل، لكن الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوة في الجنايات لابد أن يصدر من محامي عام على الأقل. النقطة الأدق أن الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوة لابد أن يكون مكتوبا ومؤرخا وموقعا عليه ممن أصدره. الحاجات دي هشوفها كمان شوية، بس المهم أن لازم إعلانه للمدعي بالحقوق المدنية. ده أول جهة ممكن تصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة. ثاني جهة ممكن تصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة قاضي التحقيق. لكن قاضي التحقيق لا يصدر الامر بأن لا وجه لإقامة الدعوة الا في حالتين، الا في كم حالة؟
عكس بقى مين؟ النيابه العامه. احنا قلنا النيابه العامه تصدر هذا الامر باي سبب، لكن قاضي التحقيق يصدره اذا كان هذا الفعل لا يعاقب عليه القانون، او اذا لم تكن الادله كافيه على مين؟ على المتهم. يبقى قاضي التحقيق يصدر الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه في كل الاحوال ولا في حالتين فقط؟ في حالتين فقط. اذا كان الفعل لا يعاقب عليه القانون، او كانت الادله غير كافيه على مين؟ على المتهم، يعني الجريمه لم يصح نسبتها الى مين؟ الى المتهم. بعكس النيابه العامه التي تصدر الامر الصادر بان لا وجه لاقامه الدعوه باي حاله ولاي ولاي سبب. ده فيما يتعلق بالجهه التي تصدر الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه. يبقى انا شفت معنى الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه، شفت الجهه التي تصدر الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه، عايز اشوف اسباب الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه. وتعالوا اقول لكم ان هذه الاسباب هل متعلقه بقاضي التحقيق ولا بالنيابه العامه بقى؟ بالنيابه العامه. ما هو قاضي التحقيق احنا عثرناه كم سبب؟ سبب كله. يبقى الاسباب اللي انا هتكلم عنها ديت الاسباب الامر الصادر بان لا وجه لاقامه الدعوه من النيابه الايه؟ العامه. وبالمناسبه هي نفس الاسباب اللي كلمتكم عنها قبل ذلك في امر الحكم. اسباب قانونيه واسباب موضوعيه. من امثله الاسباب القانونيه اذا كان الفعل غير معاقب عليه، او اذا امتنع عليه امتنع العقاب، او عدم جواز اقامه الدعوه الايه؟ الجنائيه، او كانت الدعوه الجنائيه معلقه على شكوى او طلب او ايه؟ او اذن. الاسباب الموضوعيه عدم كفايه الادله وعدم الصحه والاكتفاء بالجزائي الاداري. ارجعوا لكل الاسباب اللي انا كلمتكم عنها في امر الايه؟ في امر الحفظ. مش عايز اعيد الكلام فيها تاني، بس هي نفس الاسباب. بس عايز اكد لكم على حاجه، ان اسباب الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه اللي انا كلمتكم عنها دلوقتي قانونيه وموضوعيه، هل لكل الجهات ولا للنيابه العامه فقط؟ لان احنا قلنا قاضي التحقيق لا يصدر الامر الا في كام حاله؟ في حالتين. يبقى انا شفت معنى الامر بان لا وجه لاقامه الايه؟ الدعوه. شفت بعد كده السلطه التي تصدر الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه، شفت اسباب الامر بان لا وجه لاقامه الايه؟ الدعوه. رابعا شروط الامر بان لا وجه لاقامه الايه؟ الدعوه. الشروط نقدر نختصرها بسطر، لا بد ان يكون الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه مكتوبا ومؤرخا وموقعا عليه ممن اصدره. لازم يكون ايه؟ مكتوب. هل في امر بان لا وجه لاقامه الدعوه شكوى يا جماعه؟ لا. كل اجراءات التحقيق لازم تكون ايه؟ مكتوبه، واوامر التحقيق لازم تكون مكتوبه. فاذا لابد ان يكون ايه؟ مكتوبا، ولا بد ان يكون مؤرخا. اجراءات التحقيق بالذات لازم تكون مؤرخه يا جماعه، واوامر التحقيق كذلك، لان التاريخ بيبتدي منه حساب حاجات كتير جدا، فلازم يكون مكتوب ولازم يكون ايه؟ مؤرخ. وطبيعي لازم يوقعه من ايه؟ من اصدره، علشان نعرف فعلا هل هذا الامر صادر عن شخص مختص ولا لا. لكن الاهم دي مش هنقف عند الحاجات دي، ان يكون مكتوبا ومؤرخا وموقعا عليه ممن ايه؟ اصدار. لكن قال لك بعد كده لابد ان يكون صريحا. لابد ان يكون ايه؟ صريحا، بحيث يقطع في الدلاله، يقول احنا مش هننظر في هذه الدعوه، او احنا صرفنا النظر عن السير في هذه الدعوه. فلازم يكون ايه؟ صريح، او يكون ضمنيا لكنه مستفاد بشكل مؤكد. يبقى انا هل اشترطت ان يكون صريحا فقط؟ لا، انا ممكن يكون صريح، يا اما صريح خالص يا اما ضمني. بس نتاكد من الضمنيه ديت ازاي؟ نتاكد من الضمنيه بالبلدي كده. لو واحد قدم بلاغ والنيابه العامه قعدت تتحقق في البلاغ وجابت المتهم، وبعد ما جابت المتهم ما اصدرتش الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه، لكن اصدرت مثلا اتهام للشخص الاخر اللي بلغ بجريمه في البلاغ الايه؟ بطريق اللزوم العقلي، معنى ان هي تقول ان الشخص اللي بلغ ده كان كاذب، معناها ان الجريمه هل وقعت؟ لا. معناها ان احنا صرفنا النظر عن السيرك الايه؟ الجريمه. والا اصلا لو ما كناش صرفنا النظر عن السيرك الدعوه في هذه الحالة، هل كنا هنقول إن الشخص ده ارتكب جريمة في البلاغ الكاذب؟ لا. هنا في أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة، لكن هل هذا الأمر صريح ولا مستفاد ضمنيا؟ مستفاد ضمنيا، بس مستفاد ضمنيا بشكل مؤكد.
لان في حاجات ما اقدرش اقول عليها ظنيه تؤدي الى الامر بقى اللي وجه لاقامه الدعوه. يعني مثلا في قدامي جريمه فانا ارتقتها بشكوى اخرى، ده المعنى كوني اخذ الجريمه او اخذ اوراق الجريمه وارتقها بشكوى اخرى، هل معنى كده ان انا صرفت النظر عن كتابه الدعوه الجنائيه؟ لا، كوني لقيت ان ده مش متهم فقلت ان انا هجيب واحد تاني او وجهت الاتهام لشخص اخر، هل ده يستتاب ظنيا انه متهم؟ لا، لازم يا جماعه الامر بقى اللي وجه لاقامه الدعوه لابد ان يكون مكتوبا ومؤرقا وموقعا عليه ممن اصدره، ولا بد ان يكون يا اما صريح يا اما ظني، بس يستفاد بطريق اللزوم العقلي العقلي انه مؤكد ولا لا؟ لازم يستفاد ان هو مؤكد. يبقى انا شفت معنى الامر بقى لا وجه لاقامه الدعوه، السلطه التي تصدر الامر بقى لا وجه لاقامه الدعوه، واسباب الامر بقى لا وجه لاقامه الدعوه، وشروط الامر بقى لا وجه لاقامه الدعوه. طيب نيجي بقى للجزئيه اللي بعد كده، حجيه الامر بقى لا وجه لاقامه الدعوه. ما حجيته؟ انا اول حاجه في التعريف قلت الامر بقى لا وجه لاقامه الدعوه أمر إداري ولا قضائي؟ أمر قضائي. هذه نقطة لازم تكون إيه؟ لازم تكون واضحة. يعني حجيته هل زيها زي حجية الأمر بالحفظ يا جماعة؟ يا ريت تركزوا دايما لما أقعد أقارن لكم بين الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة وأمر الحفظ. فحجية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة زيه زي الأحكام القضائية. له حجية ولا ملوش حجية؟ له إيه؟ حجية. غير الأمر بالحفظ. بس خلي بالكم حجية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة مقيدة من حيث الوقائع ومقيدة من حيث الأشخاص. يعني حجية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة مقيدة بكم قيد؟ قيدين، قيد من حيث الوقائع وقيد من حيث الأشخاص. واحد يقول لي يعني إيه برضه؟ أقول له خد نمرة واحد، من حيث الوقائع. هل معنى إن النيابة العامة أصدرت أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة في قضية معينة إن هي صرفت النظر عن قضية أخرى حتى ولو كانت مرتبطة بيها؟ لا. يعني طالما صدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة في القضية دي بس، حجية هذا الأمر لهذه القضية إيه فقط؟ هل ينصرف إلى قضية أخرى؟ لا. في جريمتين دايما مرتبطين، في جريمة اعتياد المرأة على ممارسة الإيه؟ الضعارة. وجريمة ثانية مرتبطة بها اسمها جريمة التعويل على ما تكسبه المرأة من الايه؟ من الضعارة. يعني لو في واحد مثلا عارف ان ديت بتتكسب من الضعارة وبياخد الفلوس بتاعتها او بيبقى شريك ليها في هذا الامر، دي بحد ذاتها جريمة، هي بالنسبة لها موجهة لها جريمة الاعتياد على ممارسة الايه؟ الضعارة. لكن هو بالنسبة له ليه جريمة أخرى، التعويل على ما تكسبه المرأة من هذه الايه؟ الضعارة. طيب نفترض ان النيابه العامه اصدرت امرا صريحا وواضحا بان لا وجه لاقامه الدعوه في جريمه الاعتياد على ممارسه الاطعام، مش بالضروره ان هي هتصرف النظر عن الدعوه فيما يتعلق بالجريمه الاخرى اللي هي التعويل على ما تكسبه للمرض. يعني ببلدي كده لو عندي جريمتين مرتبطتين وجت النيابه العامه اصدرت امر بان لا وجه لاقامه الدعوه في اثنين، هل فيها مشكله؟ لا. لكن لو جت اصدرت امر بان لا وجه لاقامه الدعوه في واحده منهم، هل تستفيد منها الثانيه؟ لا، مهما كانت مرتبطه بيها. مع ده خير هشوفه كمان شويه. يبقى اذا حجيه الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه مقيده من حيث الايه؟ الوقائع، ومقيده ايضا من حيث الاشخاص. ومقيده من حيث الايه؟ الاشخاص. يعني ايه مقيده من حيث الاشخاص؟ جت النيابه العامه في مستمرة في نظر قضية معينة ضد فلان الفلاني، فجت قالت لا احنا ده امر بان لا وجه لاقامة الدعوة في القضية ضد فلان الايه؟ الفلاني. لكن ده متهم اخر كذلك. فهو طبيعي لو لقيت متهم اخر المنطقي والعقلاني ان هي تصدر امر بان لا وجه لاقامة الدعوة في مواجهة الايه الاول اللي هو ثبت ان هو غير متهم. هل يستفيد من هذا الامر المتهم الاخر يا جماعة؟ يعني لو عندي اربع متهمين فجت النيابه العامه تاكدت ان الشخص ده مش متهم جدا، فاصدرت امر بان لا وجه لاقامه الايه؟ الدعوه. هل يستفيد منه الثلاثه الباقيين؟ لا. يعني خلاصه الكلام يا جماعه ان حجيه الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه مقيده من حيث الوقائع
ومقيدة من حيث الأشخاص، بس لازم ألاحظ نقطة. إيه هي النقطة دي؟ إن لو كان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوة صادر بناء على أسباب علمية، صادر بناء على أسباب إيه؟ متعلقة بالجريمة يستفيد منها كل المتهمين، مش المتهم اللي مكتوب اسمه في الأمر. واحد يقول يعني إيه؟ أقول لك نفترض إن الجريمة كان متهم فيها أربعة، وجت النيابة العامة طلعت كده قالت أمرنا بألا وجه لإقامة الدعوة في وجه فلان واحد بس منهم بناء على أن الجريمة لم تقع، بناء على أن الجريمة لم إيه؟ طيب السبب ده هل متعلق بشخص واحد ولا الجريمة كده كده ما وقعتش خالص؟ الجريمة كده كده ما وقعتش، ما وقعتش يبقى ما فيش ولا واحد من الأربعة دول إيه؟ جداد. فيبقى الأمر هنا مبني على أسباب إيه؟ عينين. هل يستفيد منه الشخص فقط اللي صادر الأمر باسمه؟ حتى بالعقل كده. أنا قلت الجريمة دي ما وقعتش. طيب أنا هستمر في نظر الدعوة ضد الباقيين ليه؟ يبقى إذا الأمر بقى اللي وجه لإقامة الدعوة حجيته له حجية أي نعم وقضائية وزي زي الحكم القضائي، لكن مقيد بكم قيد؟ قيدين، حجيته من حيث الوقائع ومن حيث الأشخاص. الجزئية اللي بعد كده نطاق حجية الأمر بقى اللي وجه لإقامة الدعوة. بعد ما درسنا حجية الأمر بقى اللي وجه لإقامة الدعوة أريد أن أرى نطاق هذه الحجية. ولما أقول نطاق الحجية دي لابد وأن نعلم ما يعني. إن إحنا قلنا الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة زي الحكم القضاء ومختلف عن أمر الحكم، لكنه يختلف عن الحكم القضائي الجزئية. هو طبعا كده كده ليه حجية بين أمرين، الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة ليه حجية تمنع من رفع الدعوة الجنائية، وليه حجية تمنع من السير في إجراءات التحقيق. ما هو ده معنى حجية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة، إنه هيمنع النيابة العامة ويمنع سلطة التحقيق من كم حاجة، من حاجتين، يمنعها إن هي ترفع الدعوة الجنائية ويمنعها إن هي تسير في إجراءات التحقيق. بس إيه الفرق بين حجية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة وحجية الحكم القضائي؟ أقول لكم أن حجية الحكم القضائي دائمة، أما حجية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة حجية مؤقتة، ودي لازم تتحفظ زي أساميكم. حجية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة يا جماعة حجية دائمة، أما حجية مؤقتة، أما حجية الأحكام حجية دائمة. واحد يقول لي يعني إيه حجية مؤقتة ويعني إيه حجية دائمة؟ أقول لك والله الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة حجيته حجية مؤقتة لغاية ما تظهر أدلة جديدة كافية للسير في الدعوة الجنائية مرة أخرى. يعني لو ظهرت أدلة جديدة يبقى الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة نلغيه ونستمر في سير الدعوة الجنائية. لكن من دراستكم بقى في الأحكام في المرافعات، هل لو حكم صدر وأصبح نهائي وظهرت وقائع جديدة هل ينال من حجية الحكم بشيء؟ لا. يبقى ما الفارق بين حجية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة وحجية الحكم القضائي؟ حجية الحكم القضائي حجية إيه؟ دائمة. أما حجية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة الأصل فيها أنها حجية إيه؟ مؤقتة، ويجوز العودة إلى السير في التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة. لكن لازم أقول لكم نقطة مهمة بقى لمن كان منكم من ذوي العقل النابه. عارفين يعني من ذوي العقل النابه؟ حاجة بعيد عنكم كده يعني حاجة بيفكر كويس. الأمر بقى اللي وجه لإقامة الدعوة صدر، إحنا قلنا حجية إيه؟ مؤقتة، ولغاية ما تظهر أدلة جديدة. طيب نفترض إنه صدر ومرت مدة التقادم، مرت مدة الإيه؟ تقادم الدعوة الجنائية. وطالما مرت مدة تقادم الدعوة الجنائية هل يجوز الحديث عنها مرة أخرى؟ يبقى حجية الأمر بقى اللي وجه لإقامة الدعوة في هذه الحالة هل هي مؤقتة ولا أصبحت دائمة؟ أصبحت دائمة. تاني الجزئية دي احنا نحن نعلم ونسلم بان حجيه الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه حجيه ايه؟ مؤقته. لكننا نقول في بعض الاحيان
بتكون حجيه ايه دائمه، امتى؟ اذا مر في عهد تقادم الدعوه الايه الجنائيه. فكده كده مش هينفع نتكلم في الدعوه الجنائيه، كده كده طالما مر ميعاد التقادم هيترتب على ذلك نتيجه خطيره. ايه هي هذه النتيجه الخطيره؟ ان مش هينفع نتكلم في القضيه والامر بان لا وجه لاقامه الدعوه، اصبحت حجيته ايه دائمه. يبقى عندما احدثه واقول لك حدثني عن نطاق حجيه الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه، تكلمني عن انه مختلف عن الحكم للقضاء وان حجيه الحكم القضائي حجيه دائمه، اما حجيه الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه نفرق ما بين مرحلتين. لو كانت مرت مده تقادم الدعوه الجنائيه في هذه الحاله الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه حجيه الحجيه ايه دائمه، لو ما كانتش مرت مده تقادم الدعوه الجنائيه حجيته حجيه ايه مؤقته. وهنعرف دلوقتي بقى فورا حجيه مؤقته ليه. احنا قلنا مبدئيا في الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن اولا معنى الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه، السلطه التي تامر بان لا وجه لاقامه الدعوه، اسباب الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه، شروط الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه، حجيه الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه، واتكلمنا نمره سته عن نطاق هذه الايه؟ الحجيه. تعالوا بقى نشوف تابعا إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى من النائب العام. صدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى من النيابة العامة. الكبير بتاع النيابة العامة مين؟ النائب العام. ومن ثم يستطيع النائب العام أن يلغي الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، من حقه يلغيه. ودون ان تكون حتى لو ما فيش ادله جديده من حقه ايه؟ من حقه يلغيه بما له من سلطه رئاسيه، ده اعلى راس في النيابه الايه؟ العام. ومن ثم يجوز للنائب العام ان يلغي، ولمن يقوم مقامه على فكره. ان الحاجه مش هتتعمقوا فيها، اللي يتخرج ممكن يبقى يتعمق فيها، في واحد اسمه المحامي العام الاول. المحامي العام الاول يقوم مقام النائب الايه؟ العام. فمن ثم ممكن يستطيع ان يلغي الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه. يبقى اذا النائب العام له الحق في الغاء الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه. والحق ده مطلق، يعني ايه مطلق؟ يعني هل لازم تظهر ادله جديده علشان يلغيه النائب العام؟ لا، مش لازم تظهر ادله ايه جديده. بس خلي بالك هو بيلغي الامر الصادر بان لا وجه لاقامه الدعوه من النيابه الايه؟ العامه. لكن لو صدر الامر من قاضي التحقيق هل يلغيه النائب العام؟ لا طبعا. انت رئيس على النيابه الايه؟ العام، مالكش دعوه بقاضي الايه؟ بقاضي التحقيق. بس خلي بالكم النائب العام يلغي الامر الصادر بان لا وجه لاقامه الدعوه خلال مده معينه، خلال ثلاثه اشهر، خلال كم شهر؟ يعني صدر الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه، مش كده كم شهر؟ ثلاثه اشهر او خلال مده ثانيه لو تظلم الشخص من الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه او تم الطعن عليه من المدعي بالحق المدني مثلا، دي هشوفها كمان شويه، ورفض هذا الطعن. طالما تم الطعن عليه ورفض الطعن، تأبد الامر ولا ما تأبدش؟ تأبد. وبالتالي هل يستطيع النائب العام ان يلغيه؟ لا. يبقى النائب العام يستطيع ان يلغي، اختصار كل اللي انا قلته اختصار ردود. النائب العام يستطيع ان يلغي الامر الصادر بان لا وجه لاقامه الايه؟ الدعوه. ولكنه يستطيع ان يلغي خلال اقرب الاجلين. خلال اقرب الايه؟ اللي هو ثلاثة اشهر، او ان يكون تم الطعن عليه ورفض هذا الطعن. لان لو عدت الثلاث شهور ما تقدرش تلغي. لو تم الطعن عليه ورفض هذا الطعن ما تقدرش برضه تلغي. وطبعا زي ما قلت لكم الذي يقوم بالالغاء هو النائب العام، او من يقوم مقامه، من يقوم مقامه مثل ذلك المحامي العام الاول. ده فيما يتعلق بالغاء الامر الصادر بان لا وجه لاقامه الدعوه من النائب العام. النقطه اللي بعد كده، الغاء الامر الصادر بان لا وجه لاقامه الدعوه من قاضي التحقيق. الغاء من مين؟ من قاضي او من سلطه التحقيق. بصوا يا جماعه، صدر امر بان لا وجه لاقامه الدعوه يجوز الغاءه من سلطه التحقيق ده.
بس لازم يتم الغائه بناء على طلب من النيابه الايه؟ العامه. لازم يتم الغائه بقيود معينه بقى، لازم يتم الغائه بناء على طلب من النيابه الايه؟ العامه. حتى لو اللي اصدره قاضي التحقيق، لازم يتم الغائه بناء على طلب من النيابه العامه. ولازم شروط معينه. شرط منطقي ان ما تكونش الدعوه سقطت بالتقادم. لان لو الدعوه سقطت بالتقادم ولغينا الامر الصادر بقى اللي وجه لاقامه الدعوه، كده كده احنا مش هينفع نتكلم في هذه الدعوه. لكن الشرط الحقيقي والجوهري ان تكون قد ظهرت ادله جديده تدفع الى السير في التحقيق مره اخرى. يبقى دايما علشان نلغي الامر بقى اللي وجه لاقامه الدعوه من قاضي او من سلطه في التحقيق، لازم اللي يطلب ذلك مين مبدئيا؟ الخلي الاول يطلب ذلك النيابه العامه. ولازم توقع شروط معينه ان ما تكونش مرت مده الايه؟ التقاضي. دي نقطه. والنقطه الثانيه ودي نقطه مهمه جدا، لازم تكون ظهرت ادله جديده، وظهرت ادله جديده تدفعني ان انا الغي الامر واسير في التحقيق مره اخرى. وتقدير كفايه الادله من عدمه ده امر هام جدا. ده فيما يتعلق بالغاء الامر الصادر بان لا وجه لاقامه الايه؟ الدعوه. اخر جزئيه بقى في الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه، الطعن في الامر الصادر بان لا وجه لاقامه الدعوه. كيف نطعن عليه؟ اقول لكم هنفرق ما بين امرين، الامر الصادر من النيابه العامه والامر الصادر من قاضي التحقيق. ما احنا قلنا هم دول اللي بيصدروا الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه. الامر الصادر من النيابه العامه، فاكرين لسه قايل لكم من شويه انه لازم يعلن للمدعي بالحقوق الايه؟ المدنيه. لان المدعي بالحقوق المدنيه طالما الامر صدر من النيابه العامه، النيابه العامه بتعلن هذا المدعي بالحق الايه؟ المدني. ومن حق المدعي بالحق المدني ان يطعن في هذا الايه؟ في هذا الامر. خلال 10 ايام من تاريخ اعلانه عليه اليه. ومن حقه يطعن في كل الاحوال. وفي كل الضرائب طالما هو مدعي بالحق الايه؟ المدني، ما عدا جرائم معينه. ودي جرائم دايما مستثناه يا جماعه، اللي هي الجرائم الواقعه بواسطه موظف عام او مستخدم عام او احد رجال الضبط القضائي اثناء تاديه عمله او بمناسبه تاديه عمله. مش ملاحظين ان دي قررناها اكثر من مره بالاستثناء؟ انت يا مدعي بالحق المدني تستطيع انك تطعن في الامر الصادر بان لا وجه لاقامه الايه؟ الدعوه، طالما كان صادر من النيابه الايه؟ العامه. وتقدر تطعن في الامر الصادر بان لا وجه لاقامه الدعوه ايا كانت الجريمه، ما عدا جرائم معينه ما تقدرش تطعن بها في هذا الايه؟ الامر. اللي هي الجرائم الواقعه بواسطه موظف عام او مستخدم عام او شخص ذو صفه نيابيه او كانت من مامور ضبط قضائي اثناء تاديه عمله او بمناسبه تاديه عمل. الجريمه دي دايما بنكررها في الاستثناءات المختلفه على مدار المنهج. يبقى ده استئناف الامر الصادر بقى لا وجه لاقامه الدعوه الصادر من النيابه الايه؟ العامه. وطبعا لو كان في جنايه بنطعن عليه قدام محكمه الجنايات منعقده في غرفه المشوره، لو كان جنحه او مخالفه محكمه الجنح المستانفه منعقده في غرفه الايه؟ المشوره. دي مسائل اجرائيه مش عايز اتوقف عندها. اخر جزئيه بقى اللي هو الطعن في الامر الصادر من قاضي الايه؟ التحقيق. احنا كده قلنا كده الامر الصادر من قاضي التحقيق هل يتم الغاءه من النائب العام يا جماعه؟ لا يتم الغاءه من النائب العام. ولكن علشان نلغي الامر الصادر من قاضي التحقيق بيبقى بناء على طلب من النيابه، انا لسه قايلها من شويه، لازم بطلب من النيابه الايه؟ العامه. وبرضه نفس الاختصاص، لو بنايه تبقى محكمه الجنايات منعقده بغرفه المشوره، لو جنحه او مخالفه تبقى محكمه الجنح المستانفه منعقده بغرفه المشوره. بكده بنكون انتهينا من الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه. فصلنا فيه القول تفصيلا شديدا. فكنا واحد، تعريف الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه. اثنين، السلطه التي تقوم بالامر بان لا وجه لاقامه الدعوه. ثلاثه، اسباب الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه. اربعه، شروط الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه. خمسه، حجيه الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه. سته، نطاق حجيه الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه. سبعة، إلغاء من النائب الإيه؟ العام. ثمانية، إلغاء من سلطة التحقيق.
تسعى الطعن في الامر الصادر بان لا وجه لاقامه الدعوه سواء من النيابه العامه او من قاضي التحقيق. وكده انت تحطوا جنب بعض الامر الحفظ والامر الصادر بان لا وجه لاقامه الدعوه. ده الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه. الجزئيه الثانيه اللي عايز اقولها لكم ودي جزئيه بسيطه ومحتاجه فهم ومهمه بالذات الوقت. بالبلدي كده النيابه العامه لما بتحول شخص للمحاكمه ده بقرار اسمه قرار الاتهام. قرار الاتهام اللي حضر منكم محاكمه تدريبيه بقى المفروض يكون عارف الموضوع ده. قرار الاتهام ده لازم يكون في حدين، حد شخصي وحد عين. يعني لازم يكون محدد فيه الجريمه بدقه ومحدد فيه المتهمين بهذه الجريمه. ودي اسمها حدود الدعوة. يعني ايه حدود الدعوة؟ حدود الدعوة الحد الشخصي للدعوة المتهمين في هذه الدعوة، والحد العيني في الدعوة الجريمة المقدم بها من النيابة العامة. عايز اقول لكم الموضوع اللي انا عايز اكلمكم عنه اسمه ومهم جدا، تقيد المحكمة بحدود الدعوة. تقيد المحكمة بحدود الدعوة. واحد يقول لي يعني ايه تقيد المحكمه بحدود الدعوه؟ يعني النيابه العامه مقدمه لي دعوه معينه بجريمه معينه، جريمه سرقه ومتهم بها فلان الفلاني، هل ينفع المحكمه تاتي من بعد ذلك تقول لا ده متهم فيها ناس ثانيه؟ او جريمه وقعت معاها جرائم ثانيه؟ ما يجوز على الاطلاق. المحكمه متقيده بحدود الدعوه. وده المعنى بتاع تقيد المحكمه بحدود الدعوه. هي مقيده بالحد العين. عم معطي ركز معايا. عارف والله. حتى انت اللي حق تصدي مش كده؟ خلوني بس اقول لكم المعلومه مختصره. وبعدين اقول لكم هل هناك تناقض بين اللي انا بقوله ده وبين حق التصدي. انا بقول لك المحكمه متقيده بحدود الدعوه. سواء حدها الشخصي او حدها للعين. يعني ايه حدها العين؟ يعني اذا كان المتهم متهم بجريمه معينه لا يمكن ان انا اقول لا ده في جريمه ثانيه ارتكبها المتهم. ما ينفعش المحكمه لو كان الشخص مقدم لي بجريمه ضرب ما ينفعش اعاقبه على ضرب وعلى سب كمان. ليه؟ لان النيابه العامه هل قدمته لي بجريمه السب؟ لا طبعا. فما ينفعش اعاقبه الا على الجريمه اللي قدمته لي بها النيابه العامه. كذلك الامر متقيد بالحد الشخصي. ان النيابه العامه قدمت ده كمتهمين، هل ينفع اضيف متهمين جدد؟ مستحيل. فالمحكمه علشان تحكم، علشان تحكم مقيده بالحد الشخصي وبالحد العام. واحد يقول لي طب انت قلت لنا موضوع مهم جدا اسمه حق التصدي. انها تتصدى لوقائع جديده او لمتهمين جدد. اقول لك في الحاله دي المحكمه هل هتحكم ولا بترجعها بقى للنيابه العامه؟ لو فاتربها حق التصدي للاخر اقول لك لا بترجعها للنيابه العامه، والنيابه العامه بعد ما تحقق هل توديها لنفس المحكمه ولا لدائره ثانيه اصلا؟ دائره ثانيه. لكن اللي انا بتكلم عنه هنا ان المحكمه لو هتستمر في النظر في الدعوه وتصدر حكمها، هل تضيف متهمين جدد او تضيف وقائع جديده؟ ماذا لو عنا لها ان تضيف وقائع جديده ومتهمين جدد؟ خلاص يبقى تعمل حق التصدي وما تحكمش في هذه الدعوه. فهمتم بقى التوفيق بين الامرين؟ ثاني جزئيه دي علشان ما حدش يقول ان في تناقض بين المسالتين دول. أنا بقول لك علشان المحكمة تحكم، عارفين يعني إيه عشان تحكم؟ عشان تستمر في النظر في الدعوة وهي اللي تصدر حكمها، وعلشان يبقى حكمها صحيح لابد أن تتقيد بالحد الشخصي وبالحد العيني. أما لو المحكمة عايزة بقى تتجاوز وتقول لك في متهمين جدد أو في وقائع جديدة من حقها أيوه، لكن في الحالة دي هل من حقها تحكم في الدعوة؟ لا، دي تتصدى وتتبع ما قلناه في حق التصدي إن هي تحول الأمر للنيابة العامة أو تندب قاضي من قضاتها للتحقيق، وفي النهاية هل هتنظر الدعوة دي بأي شكل من الأشكال؟ لا. يبقى إذا أنا بدرس موضوع اسمه تقيد المحكمة بحدود الدعوة، حدها الشخصي وحدها للعين. هذا التقيد بحدود الدعوه بفترض فيه ان المحكمه هتسير لغايه مرحله اصدار الايه؟ لغايه مرحله اصدار الحكم. يبقى ده المبدا.
قيد المحكمة بحدود الدعوة. إن أنا متقيد في الجريمة اللي أنت أدتها لي وبين الأشخاص اللي أنت أدتهم. لكن النقطة الثانية بقى يا جماعة، المحكمة مش متقيدة بالوقت. الأوصاف والكيوف، الكيوف دي يا جماعة عشان هتلاقوها في الورق، لما حد الكيوف هي التكييفات. تكييف الجريمة دي ده هل بتاع النيابة بقى ولا بتاع المحكمة؟ بتاع المحكمة. أنت مقدم للمتهم ده وقائع معينة، وكل الوقائع دي تشكل خيانة أمانة. أنا ما عرفتش في الوقائع، الوقائع زي ما هي بس قلت لك لا. خلي بالك التكييف الحقيقي للجريمة دي مش خيانة أمانة دي سرقة مثلا. أنت مقدم لمتهم بوقائع معينة وقلت لي دي جريمة سرقة. أقول لك لا، التكييف الحقيقي لهذه الوقائع اللي هي مش سرقة، ده إخفاء أشياء إيه؟ مسروقة. هنا المحكمة هل غيرت من الوقائع اللي قدمتها لها النيابة؟ لا، لكن اللي غيرت فيه التكييف الوصف القانوني، لأن المحكمة مش متقيدة بالوصف اللي قصته مين؟ النيابة العامة، وإلا بقى النيابة العامة هي اللي تحكم في القضية بباب أولى. لا، المحكمة السيوف والأوصاف وكل الحاجات دي كلها المحكمة، ده من حق الإيه؟ المحكمة، وبالتالي من حق المحكمة تعديل وصف التهمة ولا لا؟ تعديل وصف التهمة. ممكن تعدل وصف التهمة من جريمة سرقة لجريمة إخفاء أشياء إيه؟ مسروقة، من جريمة نصب إلى جريمة خيانة إيه؟ أمانة. وهل لو فعلت ذلك تبقى خلفت الحد الشخصي والحد العلمي؟ لا. أقول لك هي أضافت وقائع جديدة؟ لا. هي مجرد كيف تنزيه الوقائع. يبقى أنا شفت المبدأ، وبعد ما شفت المبدأ شوف ان المحكمة لها حق تعديل وصف للتهمة. النقطة الأخطر بقى ان المحكمة لها حق إضافة الظروف المشددة. ده حق إضافة ايه؟ كده بقى خرجنا عن المبدأ شوية. حق إضافة الظروف المشددة. انتم عارفين ان في ظروف قد تشدد من الايه؟ من الجريمة. لو اضافتها المحكمة هتشدد من العقوبة ولا لا؟ هتشدد من العقوبة. فالمحكمة هل ايديها مغلولة عن ذلك؟ لا. شرع لها لك الحق في اضافة الظروف المشددة. وفي هذا الاطار لابد ان نعلم ما يلي، ان الفقه والقضاء توسع في معنى الظروف المشددة. تعرفين يعني لما يتوسع يبقى بيوسع من سلطة مين؟ المحكمة. واديكم امثال، يعني من الأمثلة اللي المحكمة أضافت الظروف المشددة إن هي تيجي في القتل تضيف ظرف سبق الإفراط أو تضيف ظرف الإيه؟ الترصد مثلا. ده أضافت ظرف مشدد ولا لأ؟ وده ظرف مشدد بالمعنى الإيه؟ الطيب. لكن في حاجات توسعت فيها الإيه؟ المحكمة. إن هي تخيل تحول التهمة من إصابة خطأ إلى قتل إيه؟ خطأ. ده الفقه والقضاء توسع في معنى الظروف المشدد، يعني الظرف المشدد بالمعنى الطيب. لكن هو توسع لك المحكمه من حقها تعمل ذلك زيها زي ما بتعمل ان هي تضيف الظروف الايه؟ المشدده. يبقى انا شفت ان المحكمه متقيده بحدود الدعوه، حدها الشخص وحدها الايه؟ العين. شفت ان المحكمه لها حق تعديل وصف التهمه، وشفت ان المحكمه لها حق اضافه الظروف الايه؟ المشدده. النقطه اللي بعد كده، المحكمه لها حق اصلاح السهو والخطا. دي ما فيهاش كلام بقى. يعني امر الاحاله جاي لي بخطأ كتابي مثلا أو سهو عن كلمة معينة، لو المحكمة صححت هذا الخطأ المادي أو الخطأ الكتابي، هل معنى ذلك أنها قد تجاوزت حدود الدعوة؟ لا. فمن حقها إصلاح السهو والخطأ. لكن آخر جزئية لازم تكونوا واخدين بالكم منها، إن المحكمة في كل الأحوال دي لابد أن تنبه المتهم. لازم تنبه مين؟ هو مش في حاجة اسمها كفالة حقوق الدفاع. لما أنا أغير من وصف التهمة مش لازم أبلغ المتهم إن أنا غيرت من وصف التهمة علشان يرد عليا في الوصف الجديد للتهمة. لما أنا بقول يا متهم وضعت الظروف المشددة سبق الإصرار أو الترصد، مش المفروض أنبه المتهم وأقول له خلي بالك إحنا أضفنا سبق الإصرار والإيه؟ والترصد. ليه؟ علشان يبقى عنده الحق في الدفاع ويقول لا ده ما كانش فيه سبق الإصرار أو ما كانش فيه الإيه؟ الطرف. ده تقيد المحكمة بشدود الدعوة. آخر حاجة عايز أقولها لكم بسرعة كده، ودي نقطة أعتقد
ممكن لكم عندكم خلفية عنها من سنة تانية. حد فاكر أيام سنة تانية يا جماعة؟ مش درست قانون اسمه قانون الإثبات؟ أنتوا مش عارفين السنات ده أصلا. أنا درست قانون الإثبات ولا لأ؟ درست كتر كنت بتدرس السوق أنهي مادة؟ كان زي مرة تاريخ القانون. طيب كويس والله إنكم فاكرين لغاية دلوقتي إن الأحكام في بصوا يا جماعة فاكرين في الإثبات في القانون المدني كان مقيد ولا لأ؟ ربنا القانون المدني جميع وسائل الإثبات في واحدة بتعرف تصوت النبي لله يا زمن أذكركم بحاجة بسيطة في القانون المدني عشان تثبت التصرف قانوني خطه تزيد على 1000 جنيه لابد ان تثبته هل ينفع تثبته بالبينه وشهاده الشهود او البينه والقرائن؟ لا اقل من 100 جنيه ممكن تثبته باي طريقه من طرق الايه؟ في الحياه التجاريه الاثبات اثبات مقيد ولا اثبات حر بقى؟ تثبت باي طريقه من طرق الاثبات يعني هنا بقى عايز اشوف الاثبات الجنائي قمه الحريه موجوده في الاثبات في مبدأ يا شطار اسمه مبدأ اقتناع القاضي الجنائي، يعني القاعدة العامة في الإثبات الجنائي إيه؟ أنه مقيد ولا حر؟ ده حر جدا. ده المهم إنك تقنع القاضي الجنائي. يبقى إذا تثبت قدام القاضي الجنائي بأي طريقة من طرق الإثبات المهم توصلوا له فكرة الاقتناع. وفكرة الاقتناع هل مع القاضي يقتنع إمتى؟ لو قدامه أدلة وضعية وأعمل فيها الاستنباط والاستنتاج وصل لقناعة أن الجريمة قد وقعت أو وصل لقناعة أن المتهم ده المفروض ياخد إيه؟ براءة. ده وصل للاقتناع ولا ما وصلش؟ هل وصل للاقتناع بمزاجه الشخصي ولا من خلال أدلة وضعية قدامه؟ من خلال أدلة وضعية قدامه. علشان كده بيقول لك المبدأ الكبير الذي يحكم الإثبات في القانون الجنائي مبدأ اسمه مبدأ اقتناع القاضي الجنائي، والاقتناع ليس درجة اليقين. الاقتناع ما هوش الايه؟ اليقين. ما فيش يقين كامل على فكرة. وبرضه ما نزلش لدرجة الاعتقاد أو الشك. فالاقتناع مرحلة وسطى ما بين أمرين، ما بين الاعتقاد وما بين الايه؟ وما بين اليقين. يبقى إذا ما المبدأ العام في الإثبات الجنائي والقيود الواردة عليه؟ المبدأ العام في الإثبات الجنائي مبدأ مقيد ولا المبدأ المطلق؟ الإثبات المطلق. اثبت قدام القاضي الجنائي بأي طريقة من طرق الإيه؟ الإثبات. المهم توصل القاضي لمرحلة الاقتناع، ومرحلة الاقتناع بيصلها القاضي إمتى؟ إذا كانت أمامه أدلة وضعية وعمل فيها الاستنتاج والاستنباط، وصلته لمرحلة مش اليقين. مرحلة الاقتناع، والاقتناع درجة ما بين الاعتقاد الشك يعني والايه؟ واليقين. مرحلة وسط بيوصلها القاضي. فالأصل العام أن القاضي الجنائي حر ولا ما هوش حر؟ القاضي الجنائي ايه؟ حر. في عملية الإثبات، لكن هناك قيود معينة على حرية القاضي الجنائي في الإثبات. مش عايز أنا بفتح لكم موضوع الإثبات لأنه ده اللي هناخده بكرة، وبكرة هندرسها ان شاء الله. هندرس من بكره اثبات الجريمه الجنائيه والقيود الوارده على هذا الاثبات.